بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لكم إخواني وأخواتي المقبلين على اختبارات القدرات. نكمل معا لأهم تجميعات اختبار القدرات، الاختبار الورقي من عام 2020 من هذا الكتاب المهم، من هنا نبدأ القدرات، المستوى المتقدم رقم 6. هيكون موعدنا الآن مع القسم الثاني مع مهارات جزء الجبر. مع السؤال الأول بيقول هنا: إذا كانت س زائد ص يساوي 1 وص زائد ع يساوي 5 وع زائد ه يساوي 9، طالب مني قيمة س زائد ه. أفضل استراتيجية هنا إن أنا أستبدل المتغيرات هذه بأعداد. وهنا بيقول ص زائد ع يساوي 5 وهنا ص زائد س يساوي 1. لو أنا وضعت هنا بأعداد صحيحة، لو قلت هنا ص تساوي 1 والعين تساوي 4 يطلع الجواب 5، كده صح. تعال نرجع للمعطى الأول: س زائد ص يساوي 1. أنا وضعت الص بتساوي 1، إذا الس هتكون بكام؟ هتكون بصفر، لأن 0 زائد 1 يساوي 1، كده كلام منطقي. تعال نطبق هنا: العين أنا فرضها بأربعة وهنا الجواب 9، يبقى الهاء تكون بخمسة، كده الفرض صحيح. وطالب مني قيمة س معاها الهاء. الس أنا واضعها بكام؟ بصفر، والهاء كانت بخمسة. 0 زائد 5 يساوي 5، وبكده اختار ألف. مع السؤال الثاني بيقول هنا: إذا كان س زائد ص يساوي 6 وص زائد ع يساوي سالب 3 وس زائد ع يساوي 5، طالب مني س زائد ص زائد ع. في استراتيجية سهلة هنا اللي هي حل المعادلات. لو أنا كتبت هنا س زائد ص تحت بعض كده يساوي 6 وهنا ص زائد ع، كل ده بيساوي سالب 3، وهنا س زائد ع زي ما هو قال في المعطى بيساوي 5، وجمعت هنا هذا النظام، اجمع هنا س وهنا س يعني 2 س، وهنا ص وهنا ص يعني كمان 2 ص، وهنا ع وهنا ع يعني 2 ع، كل ده يساوي اجمع 6 و5 11، 11 ناقص 3 يعطينا موجب 8. طب هو عايز س فقط وص فقط وعين فقط، يبقى اقسم المعادله دي على كام؟ على 2. لما اقسم على الاثنين يبقى هنا س وهنا ص وهنا ع، واقسم الثمانيه على الاثنين يعطينا 4، 4 الجواب الصحيح، واختار ب. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل على النمط. بيقول هنا: اوجد الحد التالي في النمط 25 36 49 فراغ. تعالى نكتب النمط مرة ثانية: هنا 25 وهنا 36 و49 وفراغ. من 25 إلى 36 أنا زدت كام؟ زدت 11، ومن 36 إلى 49 أنا زدت هنا 13، يبقى أكيد الفقرة الثانية أزيد عليها كام؟ أزيد عليها 15. أجمع الآن 49 وعليها 15، 9 و5 14 وفي اليد 1، 1 و4 5 و1 6 يطلع الجواب 64، وبكده اختار ج. كان في حل اخر ان هذا العدد هو عدد مربع لو جذرته يعطينا 5، هذا العدد 36 عدد مربع لو جذرته يعطينا 6، وال49 عدد مربع لو جذرته يعطينا 7، يبقى العدد اللي بعده هو لما جذره يعطينا كام؟ يعطينا 8، هيكون الجواب 64، لأن جذر 64 يعطينا 8، وفعلا ج هو الجواب الصحيح. أحب أكد لإخواني وأخواتي على هذه الأكاديمية المهمة، أكاديمية قشير. تدرب معنا بالمجان على جميع اختبارات قياس على هذه الأكاديمية المجانية، أكاديمية قشير، ستجد الرابط أسفل هذا الفيديو. ننتقل لهذا السؤال القوي. بيقول هنا: إذا كان س ضرب س ضرب س لما أقسمها على س زائد س زائد س يساوي 3، أوجد قيمة السين. تعال نكتب السؤال كده بطريقة ثانية. هو بيقول هنا: س ضرب س ضرب س، أكتبهم هنا في البسط، وفي الجهة الثانية في المقام س زائد س زائد س، إيه رأيكم نجمعهم؟ 3 س لو جمعناهم يعطينا 3 س، كل ده يساوي 3، وأخلي الثلاثة على كام؟ على 1. كده أنا كتبت المسألة في طريقة بسيطة، اقدر احذف واحدة من س من فوق وواحدة من س من تحت، يبقى عندي فوق هنا في البسط س ضرب س س تربيع هنا على الثلاثة، وهنا يساوي 3 على 1، او الحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني هنا س تربيع في واحد بس تربيع
والثلاثة بثلاثة بتسعة. إذا كانت س تربيع تساوي تسعة، لو أنا جذرت المسألة يبقى س هتساوي ثلاثة، طبعا إجابة غير صحيحة لأنها هتساوي موجب أو سالب ثلاثة. دائما لما يكون عندي معادلة س تربيع أو إكس تربيع مثلا بتساوي 25، لما جذر المسألة الإكس أو السين هتساوي موجب أو سالب الجذر التربيع 25 اللي هي كام؟ اللي هي 5. يبقى قيمة السين هنا تساوي موجب أو سالب 3، وبكده أختار د. ننتقل لهذا السؤال الهام على حل المتباينات. بيقول هنا إذا كان 1 زائد 2 نون أكبر من الصفر، قارن بين سالب 3 أرباع وقيمة النون. تعال نتدرب مع بعض على حل هذه المتباينة. بيقول هنا 1 زائد 2 نون أكبر من الصفر، أودي الواحد ده الجهة الثانية يروح بإشارة مخالفة، يعني 2 نون هتكون أكبر من سالب 1، ثم نقسم على الاثنين في الطرفين، يبقى هنا النون أكبر من سالب نصف. لاحظوا هنا إن النون هنا أكبر من سالب نصف، وهنا سالب 3 أرباع، واضح هنا إن قيمة النون هي الأكبر، وبكده أختار باء. نلتقي قريبا إن شاء الله مع تكملة لحل تجميعات القدرات من اختبارات عام 2020، الاختبار الورقي الفترة الثانية. شكرا والسلام عليكم.